السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الفيديو راح نتكلم عن موضوع مهم وموضوع حصل عليه أسئلة كثيرة، وأنا متأكد أن في الكثير من الناس عندها أسئلة بخصوص هالموضوع، وأدرنا في فيديوهات كثيرة عن الموضوع في اليوتيوب بالعربي بالإنجليزي، في ناس كثير تكلمت عن هالموضوع، ولكن راح أخصص فيديو خاص عن هالموضوع على أن تطرقنا له في موضوع إضافة الأسمدة إلى التربة، راح يطلع عندكم الرابط في أعلى الشاشة. ولكن الموضوع اللي راح نتكلم عنه اليوم اللي هو الـ NPK، وبالأخص إحنا هني نتكلم عن السماد الكيماوي الـ NPK. أول شيء خلنا نبتدي بموضوع إنه شنو معنات NPK. الـ NPK هي الرموز الكيميائية للعناصر اللي في هذه المادة، بغض النظر عن الشكل اللي هي تاخذه. الحين راح نتكلم عن هالموضوع. الـ N اللي هي النيتروجين، الـ P اللي هي الفوسفور، والـ K اللي هي البوتاسيوم. لازم نفهم هالعناصر، ولازم نفهم كل عنصر شنو الغرض اللي أديه بالنسبة حق النبتة. بالنسبة حق النيتروجين، النيتروجين اللي هو مسؤول عن النمو الخضري، الأوراق والأخضرار بشكل عام، إنتاج الأوراق والأغصان، يعني القصد إنه أي نمو فوق التربة بشكل خضر، يعني ما يساعد على التثمير، ما يساعد على بناء الجذور، ما يساعد في هالأمور، بس النمو الأخضر. بالنسبة حق الفوسفور، الفوسفور عنصر مهم. الفوسفور يؤدي لي غرضين. الفوسفور يساعد في التزهير وبناء الجذور، تقوية الجذور. بدون النبتة جذورها راح تكون ضعيفة وما راح تزهر بشكل قوي، فالفوسفور يساعد في هالجانبين. البوتاسيوم يعزز صحة النبتة، يقوي عند النبتة صحتها العامة، انها تقدر تؤدي الغرض اللي هو انها هي يعني تستوعب الطاقة وتنمو وكذا، ويساعد في مناعتها فيعزز صحتها. خلنا نقول مثل ما يعني لما البشر ناخذ احنا فيتامينات او كذا على اساس يعزز صحتها، فالبوتاسيوم يعزز مناعة وصحة النبتة نفسها. بدون البوتاسيوم النبتة تكون معرضة للمرض، ما تقدر تحمي نفسها من الحشرات والأمراض، وتكون ضعيفة وممكن تتعب بسرعة. لما نشوف في المراكز الزراعية أو لما نشتري الـ NPK دائما نلاحظ عليه أرقام، فمثلا هذه نلاحظ كان لما شريتها عليه أرقام 15 15 15، هذه أيضا 15 15 15، هذه 15 30 15. شنو معنات هاي الأرقام؟ الأرقام هي نسبة كل عنصر من النسبة المئوية من المادة. يعني لو قلنا هذه 15 15 15، يعني 15% نيتروجين، 15% فوسفور، 15% بوتاسيوم. هذه بعكس هاي الاثنين اللي هما 15 15 15، هذه 15% نيتروجين، 30% فوسفور، و 15% بوتاسيوم. هذه أنا أستخدمها الأشياء اللي أبغيها تزهر وتورد، والأشياء المثمرة عموما، ولكن أيضا أستخدم هذه NPK الثاني، وراح أشرح ليش ذي ومب ذي. فلما نفهم العناصر والنسب راح نفهم إحنا النبتة هي شنو الهدف منها، أو شنو نبغي من النبتة، وأي NPK نبتدي نختار لها. السؤال المهم اللي بعد هذه، لما نفهم تركيبة NPK، هل NPK يوفر كل العناصر اللي تحتاج النبتة؟ الجواب هو لا، هو يوفر اللي يسمونه الماكرو إليمنتس، العناصر الرئيسية اللي هي النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، ولكن النبتة تحتاج عناصر كثيرة، بالذات الأشجار المثمرة تحتاج عناصر ثانوية، وتكلمنا عن العناصر الثانوية بتفصيل في الفيديو المخصص عن العناصر الثانوية، وراح يطلع عندكم الرابط في أعلى الشاشة اللي حاب يشوف الفيديو وما شافه، أو اللي حاب يرجع حق الفيديو ويشوف المعلومات. الـ NPK لما يكون NPK خالي بدون ما نشوف عليه زائد وراء عناصر ثانية، معناته أنه ما يوفر لي إلا العناصر الرئيسية اللي هي النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، فنحتاج أن نضيف عناصر ثانوية. السؤال اللي بعد دي، هل كل أنواع الـ NPK اللي بنفس الأرقام
نفس الشيء وتوفر لي نفس الأشياء؟ هل كل الـ NPK نفس الشيء؟ الجواب هو لا. أيضا في أنواع NPK عضوية وفي أنواع NPK غير عضوية. هاي اللي عندي كلها كيماوية غير عضوية، ولكن في أنواع NPK عضوية تستخرج من دم الحيوانات ومن العظم و ففي مصادر ثانية عضوية للـ NPK تكون عضوية مقابل هذه الأنواع الكيماوية. وأيضا تكلمنا عن هالموضوع بتفصيل في الفيديو اللي يتناول موضوع إضافة الأسمدة إلى التربة، وراح أيضا يطلع عندكم الرابط للي يبي يشوف الفيديو بالتفصيل. الاختلاف الثاني اللي هو أيضا النسب مثل ما ذكرنا، هاي الاثنين 15-15-15، هذه 30 فوسفور 15 نيتروجين 30 فوسفور 15 بوتاسيوم، فهذه عالي الفوسفور، فهذه يختلف. وفي راح نشوف مثلا في NPK مثلا يكون أعلى على النيتروجين، في NPK يكون أعلى على الفوسفور، في NPK راح يكون أعلى على البوتاسيوم. لازم احنا نعرف الهدف اللي نبغيه من النبتة ونوع الـ NPK اللي نختاره. فاحنا لما فهمنا العناصر الرئيسية شنو تؤدي، راح نعرف نختار الـ NPK اللي أصلح للنبتة اللي احنا قاعدين نزرعها. فما يعني ان NPK واحد راح يحل كل شيء، ممكن، ولكن اذا حابين ان نستخدم اشياء مختلفه ممكن نغير. كمثال انا لو مثلا اخترت NPK معتدل مثل هاي الاثنين 15-15-15 راح يكون ممتاز، ما عندي فيه مشكله يعني. وهذه السنه بديت استخدمها بشكل كثير لانه اسهل لي، وراح اتكلم عن ليش. بعكس هذه يعني لما يكون الـ NPK متزن، هو أهم شيء أن النبتة تحصل كل العناصر. النبتة ما تحتاج تركيز عالي من العناصر كلها لأن ممكن تسبب مشاكل، وراح نتكلم عن المشاكل بعدين. ولكن المهم أن أتأكد أن الـ NPK اللي أختاره يحتوي على العناصر الثلاثة الرئيسية ويكونون شبه متقاربين، والنسب تكون معقولة بالنسبة حق النبتة. يعني مرة أنا شريت سماد كيماوي 40 نيتروجين 0 فوسفور وشيء جدا بسيط ما أتذكر الرقم في البوتاسيوم، فهذه يعني أنا أعتبره نيتروجين خالص، فيسبب لي مشاكل أن النباتات ما راح تثمر، ما راح تورد، راح تنمو بشكل أخضر وما راح تنتج لي أي شيء. وكان هاي اللي فعلا صار، النباتات الفلفل والطماطم اللي عندي ما ثمرت في هذه السنة اللي استعملت فيها هذه السماد، فسبب لي مشاكل. فلازم نفهم النسب والعناصر كيف تأثر على النبتة وكيف نختار حسب النبتة اللي نبغيها. احنا الحين لما فهمنا موضوع كل عنصر من الـ NPK شو يسوي وشنو يؤدي لي من غرض من النبتة، في احيانا يعني لما انا عندي نباتات مثلا مثل الاعشاب، لو مثلا قلنا الريحان او البقدونس او الكزبره او الشبنت او اي من الاعشاب اللي تؤكل اللي احنا نبغي منها نمو خضري او نمو اخضر، ما راح استخدم لها NPK، راح استخدم لها اللي هو اليوريا اللي هو نيتروجين خالص، بالنسبه لي ارخص وما احتاج ان اخسر عناصر ثانيه في التربه حق نبته ما تحتاج هاي العناصر، لأن أنا أبغي أحفز فيها النمو الأخضر. فمثلاً هاي النباتات ممكن أستخدم لها اليوريا، واللي حاب يفهم اليوريا أكثر في فيديو راح أحط لكم رابط عن اليوريا أيضاً. بالنسبة إلى أشكال الـ NPK الموجودة في السوق، راح نحصل أشكال وألوان وأنواع كثيرة. مثلاً هذه الحبيبات تذوب بشكل سريع في الماء، يعني مجرد أمثرها واسقيها بالماء وراح تبتدي تذوب على طول، فهذه سريعة الإفراز، مجرد أنثرها وأروي راح تذوب. هذه الحبيبات بطيئة الإفراز، يعني أنثرها أو أدفنها في الأصيص أو أحطها في التربة أخلطها راح تبتدي تفرز بشكل بطيء على مدة تقريبا، يعني راح تتم قصدي أن تعطي إلى حد تقريبا خلنا نقول بالكثير 6 أشهر. هذه اللي عندي نوع البودر أو كأنها أملاح، أسيلها في الماء وأروي بها. وفي أيضا نوع ثاني اللي هو يكون سائل مركز، ممكن أسيله في ماء يعني حسب الإرشادات، أستخدم التركيز المطلوب أو أقل وأروي به في الماء. ففي أنواع كثيرة وأشكال كثيرة، فكلها NPK، ولكن الشكل والطريقة تختلف في الاستخدام،
وايضا للاهداف اللي نبغيها راح تاثر على اختيارنا. مثلا هذه ممكن انا لو عندي خزان ماي وشبكته في نظام ري على اساس ان الري يكون معاه ان بي كي، ممكن اتحكم بالتركيز باستخدام شيء مثل ذي. في ناس كثيره تسال سؤال انه انا عندي حبيبات مثل هذه، هل ممكن اسيلها في الماي واروي بها؟ ما في داعي حق هالشيء، بالعكس انا لما ابتدي اسيل هذه في الماي انا ما اعرف التركيز اللي استخدمته، انا ما احب، انا شخصيا ما احب اسوي هالشيء، يعني اذا بستخدم هذه انثرها واروي عليها وانتهى الموضوع. فاما استخدم هذه بهالطريقه ما فيها اي مشكله، او استخدم نوع اللي اسيله في الماي واروي به هم ما في مشكله. ولكن انا شخصيا انا ما قاعد اقول ان هالشيء غلط وما يصير، ولكن انا ما احبذ انه أسيل الحبيبات في الماء وأروي بها، بسبب أن أنا أحب أتحكم في التركيز على أساس ما ضر النبتة. من أنواع الإفراز اللي مثل ما ذكرت الحين أن هذه سريع الإفراز وهذه بطيء الإفراز، شنو الإيجابيات لكل نوع؟ الإيجابية أن هذه يغذي النبتة على طول، إفرازها سريع وراح يغذي النبتة على طول، وهذه يبتدي يعطي جرعات بسيطة مع الري كل مرة للنبتة عساس تحصل غذاء مستمر مع الري. أنا بالنسبة لي شخصيا بالذات النباتات اللي في الأصايص اللي ما راح أغذيها من الفوسفور العالي، أفضل أن أستخدم الـ NPK الإفراز البطيء لأنه تسهل علي. أنا عندي نباتات في أصايص كثيرة، فلما أروي يأخذ مني وقت كثير، فأفضل أن التغذية تصير عن طريق نفس الوقت لما أروي، فأستخدم الإفراز البطيء، ف راح يغذي لي النبتة إلى 6 أشهر ومع الري، ويكون أبسط لي وأسهل لي. فممكن أنا مجرد لما أستخدمه أحط ملصق على الأصيص وأكتب التاريخ اللي غذيت فيه، أو أسجل عندي في أي مكان على أساس أعرف أنه 6 أشهر من هاي الوقت أرد أضيف كمية وأرد أستخدمه. هذه مثل ما ذكرت يغذي النبتة بشكل سريع، يعني كل أسبوعين ممكن أنثر منه وأروي وراح يذوب ويبتدي يغذي النبتة، أو كل أسبوع يعتمد على حسب احتياج النبتة وحسب الكمية المطلوبة للنبتة. بالنسبة حق الكميات اللي نستخدمها في الـ NPK، مثل ما ذكرت أنا هذه النوع بالنسبة لي أسهل نوع أتحكم في التركيز، لأنه ما أبغي أضر النبتة فأقدر أتحكم بالتركيز في هذه النوع أكثر شيء. ففي هذه النوع أنا أستخدم ملي واحد من هذه البودر أو الأملاح في كل لتر ماي، يعني في 5 لتر أحط ملعقة شاي واحدة. ولما أتكلم عن ملاعق أنا أتكلم عن ملاعق قياس نفس الطبخ، فما أتكلم عن ملعقة الشاي أو الشاي العادية اللي نستخدمها في البيت، أنا أتكلم عن ملاعق قياس لأن راح يكون فيها التحويل حق الملي. ملعقة الشاي اللي أو الشاي اللي هي 1 teaspoon هي 5 ملي، فنحرص أن نستخدم ملاعق قياس على أساس التركيز يكون صحيح عندي. بالنسبة حق هذه ممكن يعني حق الأشجار الكبيرة المتأسسة ممكن أنثر كوب واحد، بعد أتكلم عن أكواب القياس اللي هي 250 ملي أنثرها بداية الموسم ومع الري راح تغذي لي النبتة، وطبعا يعتمد على احتياج النبتة، في نباتات تحتاج كوب واحد وحجمها كلها عناصر تأثر. هذه أحاسب أنه ما أنثر منه كثير وأروي منه، لأن مثل ما قلنا هذه إفراز سريع، فراح النبتة تحصل جرعة جدا عالية وممكن تحرق لي جذور النبتة. في هذه النقطة إحنا اللي الحين راح نتكلم عنها اللي هي هذه كلها مثل ما ذكرت أسمدة كيماوية، فكثرتها خطرة بالنسبة حق النبتة. ليش؟ لأن بعكس الأسمدة العضوية من الأسمدة الحيوانية أو الكومبوست أو حتى الـ NPK العضوي، الأرقام عالية جدا مثل ما احنا شايفين 15-30-15، يعني 30% فوسفور، 30% رقم جدا عالي. الأسمدة العضوية عادة الأرقام يعني تحت 20 بالكثير، هذه يعني تكون 12، يعني ما بين 6-4 بالكثير توصل 12 في هالحدود، يعني أرقام نازلة تكون، النسب تكون نازلة، فهذه أرقامها عالية. فلما أعطي جرعة كبيرة بالذات من الأشياء الإفراز السريع مثل هاي الاثنين، أعطي جرعة جدا عالية من الأسمدة، اللي راح يصير أن جذور النبتة راح تحترق، فعلا راح تحترق جذور النبتة، راح بسبب حدة المواد الكيماوية
جذورها راح تحترق والنبتة خلاص راح تموت وما راح أقدر أنقذها. احتراق جذور النبتة يصير من شيئين، إما الكمية عالية أو التركيز عالي. يعني أنا ممكن أحط، لو حطيت مثلا الملعقة اللي هي ملعقة شاي من هذه ولكن حطيتها في لتر واحد ورويت بها، ممكن يصير عندي احتراق للجذور لأن خمس مرات التركيز. فنحاسب للكمية اللي نستخدمها والتركيز، يعني ملعقة واحدة يعني 5 ملي في 5 لتر، ولكن لو حطيت ملعقة 5 ملي في 10 لتر ما عندي مشكلة، ولكن ما يصير أقلل على أساس ما أحرق جذور النبتة. بالذات هذه الحبيبات أنا أخاف منها اللي هي حبيبات الإفراز السريع، لأن هذه أخاف منها لأن أخاف أن أستخدم كمية عالية ومع الري تحرق لي جذور النبتة. فأنا أفضل هاي الاثنين، ولكن اللي يستخدمهم ومحصل منها نتائج ما في أي مشكلة أنه يستمر يستخدمها، وهذه اختيار شخصي واللي أريح حق الشخص، وبالذات حق بالنسبة حق اللي موجود حق الشخص ومتوفر له. بالنسبة حق متى نبتدي نعطي النباتات الـ NPK، في فيديو أنا خصصته أن نتكلم عن إحنا متى نغذي الشتلات الصغيرة بالذات اللي نزرعها من البذور. ممكن ترجعون له وعندكم الرابط في أعلى الشاشة، ممكن ترجعون حق هاي الفيديو. ولكن بالنسبة حق الأشجار المتأسسة الكميات حسب المنتج الصراحة، ولكن مثل ما ذكرت مثلا هذه لو افترضنا مثلا راح أعطيكم مثال، لو عندي شجرة ليمون متأسسة كبيرة ثمر، يعني حجمها كبير إن هي تعطي ثمر، ممكن في بداية الموسم لما النبتة راح تبتدي تكبر أنثر لها حوالين النبتة ولكن ما يلامس الساق، يعني أفتح مسافة خلينا نقول دائرة حوالين ساق النبتة بمسافة خلينا نقول نص متر أو قدمين أو مسافة على أساس أحمي النبتة. ممكن أنثر كوب واحد من هذه الإفراز البطيء وأخليها طول الموسم على هذه، أو ممكن حتى أكثر، يعني ممكن كوب إلى بالكثير كوبين لأن إفراز بطيء فما أخاف. هذه ممكن أن أروي منه حق شجرة كبيرة مرة كل أسبوع أو مرة كل أسبوعين، هذه ممكن أستخدمها نفس الطريقة. ولكن هذه مثل ما ذكرت أنا أتحفظ عليها لأن الكميات والتركيز أخاف منها، فنحاسب الكميات اللي نستخدمها. على هذه الحبيبات راح أبين لكم، أنا في شخص عطيته نبتة فلفل كبيرة متأسسة وحط شوي منها في البداية، هاي كان شيء صحيح، ولكن في شخص نصح الشخص اللي عطيته النبتة وقال لا تحتاج أن تحط أكثر من هذه السماد هذه أو الـ NPK، فنثر كمية كبيرة على سطح التربة مع أول ري ماتت النبتة بسبب كثرة الـ NPK أو المواد، فأحرقت جذور النبتة وماتت. طيب متى نتوقف عن استخدام الـ NPK في الموسم؟ عادة بالذات طبعا لازم نفهم طريقة نمو كل نبتة على حد ذاتها، يعني في نباتات نموها مختلف، ولكن لازم نريح النبتة عن التغذية والنمو شوي. فمثلا في نباتات اللي عندنا في الخليج في الصيف تتعب وشوي نموها يبطأ وتصير يعني شوي كأنها يعني تتعب وتبتدي تبطأ، ففي هذه الفترة أنا ما رح أتعبها زيادة مع الحر والحرارة بزيادة الـ NPK، وأنا أحاول أغذيها وأخليها تكبر. فأحاول في مرحلة الصيف أن أوقف عنها التسميد وأخليها أن تحاول بس تخطر مرحلة الصيف والحرارة وتحافظ على نفسها، فما أروح أضغطها زيادة بأن أضيف لها NPK. النباتات المثمرة مثلا بعد انتهاء موسم التثمير ممكن أعطيها جرعة ثانية على أساس ترد تغذي نفسها بعد ما انتهى موسم التثمير وامتصت كل العناصر واستنفذت كل العناصر الموجودة لها. آخر نقطة في موضوع الـ NPK أحب أقول لكم أن دائما أقل هو أحسن، لا نتبع نظرية كل ما أكثر كل ما أحسن، لأن الكثرة خطرة مع الـ NPK وممكن يحرق لي الجذور. فنحاسب مع الـ NPK نستخدم أقل ما راح يضرنا، لأن مثل ما ذكرت التركيز عالي في الأسمدة الكيماوية، لو حطينا قليل راح يكون أكثر من ما لو استخدمنا أسمدة عضوية، فدائما نكون حذرين وما نندفع ونستخدم أكثر لأن احنا نظن أنه هو أحسن. فأتمنى أن استفدتوا من هذه الفيديو اللي يتكلم عن الـ NPK اللي هو أنا أعتبره موضوع مهم، واللي أشوفه من أسئلتكم أن في كثير من الناس عندها بعض
الأسئلة حول الموضوع، فأتمنى أن حاولت أوضح لكم الموضوع بقدر المستطاع. فإذا في عندكم أي أسئلة بخصوص موضوع الـ NPK أو أي موضوع ثاني ممكن تتركونه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن.